باسم المندوبيه الجهويه للجمعيه المغربيه للصحافه الرياضيه، غيبقى في التخصص ديالي هو المجال الرياضي. كنت باغي نتكلم على واحد النقطه كانت على الوقت اللي قبل مني، هي احداث يعني اذاعه جهويه، لان في المنطقه في المغرب كله فيها اذاعه جهويه، اما كان اللي تابع للشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه، وكاينين ايضا اذاعات خاصه. نمشي للجانب اللي كيهمني انا بالخصوص هو الجانب الرياضي. السنه الماضيه كنا ضمن واحد الندوه وطنيه حول العاب القوى، وقبل منها كنت من بين الناس اللي جاوا مع المدير التقني السابق سعيد عويطه على اساس احداث واحد المركز ديال العاب القوى بتمدا اقليم غزيان، لان بغيت نعرف فين وصل هذا المشروع هذا. والمساله الثانيه ان جهه بلدنا الخليفه غير ممثله كاس افريقيا 2025 و 2030 في كاس العالم. والباقي كنذكر السيد الوالي السابق كان قال بان غادي يكون واحد الملعب اولمبي في جهه بلدنا الخليفه. انا بغيت نعرف ان تقريبا الجهات كلها عندها ملاعب كبيره جدا، ولكن في الجهه بلدنا الخليفه لا يهمني فين غادي يتبنى، غير الجهه ديال بلدنا يكون فيها ملعب اولمبي بالمقاييس اللي هي معروفه. تحياتي لكم كثير.